السندويتشات المسلوقة أو الكاشر المنزلي غادي نحضرهم معكم بواحد الطريقة اللي سهلة ومبسطة. ممكن تحضري هاد السندويتشات للمدرسة أو لا ممكن تحضريهم لوليداتك هكا في العشاء، كيجيو بنان بزاف. وممكن هاد السندويتشات ممكن ديرو فيهم بزاف ديال الحشوات. اليوم أنا إن شاء الله غادي نحضر معكم الحشوة ديالو اللي غادي نديرها، هي كاشر منزلي. هو تيجي بنين بزاف وسهل ودغيا كيوجد. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا معايا الفيديو، ولكن قبل ما كرهتش البنات كلكم تحطوا لي الاقتراحات ديالكم شنو الوصفات اللي تبغوني نحضر لكم الاسبوع الماجي ان شاء الله. كذلك ديروا لي لايك للفيديو. شكرا لكم بزاف على التشجيعات المتواصله ديالكم اللي خديتكم عليا. نخليكم دابا تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. دابا اول حاجه غادي نبداو بها هي كاشر ديال الدجاج. هنا عندي صدر ديال الدجاج اولا ديال الرذان اللي متوفر عندكم، عندي نص كيلو يعني 500 غرام. عندي كذلك واحد الضويمه ديال الثومه، غير ضويمه وحده. وغادي نحتاج كذلك واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، غادي نحتاج معلقه صغيره مع امراج ديال الملحه، وشويه ديال الزعتر اولا اعشاب منسمه اللي متوفر عندكم. صافي هادشي اللي غادي نحتاج. ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. غادي ناخد هذيك الضويمه غادي نديرها. غادي نزيد البزار، الملحه، الزعتر، وغادي نطحن كل شيء مزيان. غادي نزيد واحد شويه ديال التحميره المدخنه او التحميره العاديه اللي متوفره عندكم. انا درت المدخنه غير باش تبدل لينا اللون وفي نفس الوقت كتعطي المذاق. غادي نزيد تقريبا غير جوج واحد جوج معالق كبار ديال الماء. صافي غادي نعاود نطحن كل شيء مزيان. دابا هنا خديت واحد البلاستيكه غادي ندير فيها شويه من هذيك التحميره المدخنه كيف الصبع اللي ذكرت لكم. ممكن ديروا التحميره العاديه. وغادي ندير شويه ديال الاعشاب المنسمه، وشويه ديال الابزار. دابا بالنسبه لي انا غادي نقسم هاد الكفته هذه على جوج. ممكن ديروها في مره واحده، انا بغيتهم يجوني شويه رقع غادي نقسمهم على جوج وغادي نخدمهم بنفس الطريقه. نحاول نحرب لهم بحال هكا. كنغلفهم بهذاك التوابل اللي عندنا وهاد البلاستيكة ونحاولو نزيروهم كنبقاو ندورو. صافي غادي نحزمهم هكا من الجناب. وغادي نديرهم في ورق الالومنيوم، غادي نديرهم في واحد البرمه اولا المهم غادي نبخرهم. انا غادي نديرهم في هذيك ديال الضو ديال التبخار، ممكن نديرهم في عطف البرمه. دابا غادي ناخذ ورق الالومنيوم باش نغلف فيه هاد كاشر ديالنا. صافي البنات دابا غنديرهم يتبخروا. انا درتهم في هذه، ممكن نديرهم في برمة عادية.
بالنسبه للخبيزات اللي غادي ندير هنايا عندي كيلو ديال الذعر، غادي نزيد معاه واحد معلقه كبيره ديال الملحه، غادي نزيد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده ميكونوش عامرين، غادي نزيد جوج معالق كبار ديال خميره الخبز. انا حيت دايره كيلو، الا درتو نص كيلو غتقسموا المقادير على جوج. غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، غادي نزيد هنا واحد خماره فيها 8 غرام، هنا عبر جوج كيسان ديال الحليب دفيتهم، وغادي نعجن العجينه. نقول لكم بالضبط شحال هزات ليا الماء، غندير جوج كيسان ديال الحليب وكنكمل بالماء. صافي العجينه ديالنا بعد ما تعجنات. بالنسبه للدقيق هزات ليا الماء، هزات ليا جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الحليب مع جوج كيسان ديال الماء. دابا دلكتها مزيان، غنغطيها ونخليها تخمر يتضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما شوفوا العجينه، صافي هنا العجينه ديالنا راه خمرات تضاعف الحجم ديالها. غادي نرش شويه ديال الزيت باش ما تبقاش تلصق، صافي دابا راه ما تبقاش تلصق لكم نهائيا. دابا غادي نعبرهم، ما غاديش يا اما ديروا معينكم ميزانكم يا اما تعبرهم، انا غادي نعبرهم باش يجوني كاملين في نفس الحجم، ما نديرهمش كبار بزاف وما نديرهمش صغيرين. غادي ندير فيهم تقريبا 50 غرام في الوحده، صافي غادي ندير لهم بحال هكا. الا حسيتو بهم كيلصقوا شويه رشوا شويه ديال الزيت، ماشي شويه ما تكثروش، غير يديكم باش ما تلصقش فيهم. هانتوما كنبدا ندخل بحال هكا بحال كنحرب لهم، شوف كيفاش الشكل ديال ما نديرهم بحال هكا. ممكن ديروهم دائريين، ممكن ديروهم على هذا الشكل هذا. انا عاود معكم واحده اخرى، كنبقى ندخل هكا العجينه بحال كنحرب لهم. صافي هذا هو الشكل ديالو، من بعد ما خمروا السندويتشات ديالنا ما كيخمروش 100% تقريبا 50% فقط، يعني يلاه كيبداو يخمروا كناخذ واحد الطنجره كندير فيها ماء غليان وكندير جوج معالق كبار ديال البيكربونات. غادي ندير هنايا نحط السندويتش بحال هكا وكنضرش عليه الماء من الفوق، كنحسب على 30 اولا 30 ثانيه وكنحيدو بطبيعه الحال، كنقطرو من هذاك الماء كنديرو في واحد اللاطه اللي فيها ورق الزبده، وهما باقيين ساردين غادي نرش عليهم شويه ديال هكا الزريع. عندي هنا شويه زنجلان بيض وشويه زنجلان الكحل، ممكن تخلوهم بلاش اولا اللي بغيتو. صافي غادي نعمر اللاطه وغادي ندخلهم الفران. بالنسبه للفران كيكون سخون من قبل درجه الحراره 200، غير كيسخن كنقصوا العافيه كنخليوها 180، كنشعل لهم غير من التحت حتى يبانوا لي يبداو تيطيبوا، شعل لهم من الفوق باش يتحمر لهم الوجه ديالهم، صافي وكنخرجوهم. ممكن تخلوهم هكا اولا ديروا واحد الخطيط هكا.
بالنسبة لي انا درت كمية كثيرة ديال السندويتشات، انا غادي ندير نص بهم نخدم بهم والنص كنحتفظ بهم في المجمد، يعني ممكن تحتفظوا بهم في المجمد وقت ما تحتاجيهم تخرجوهم وديروهم يسخنوا. وهنا كاشر حتى هو راه طاب، هانتوما كنحيد ديك البلاستيكه وغادي نقطعوه، صراحه جبنين بزاف، البنات غير جربوا الطريقه ديال الكاشر وفي نفس الوقت راه صحي. بالنسبة للحشوة ديال هاد الخبيزات هذه غادي تكون بسيطة، غادي ديروا اي صوص انتوما كتعجبكم، انا غادي ندير صوص الجيريان غير شي شوية. غادي ندير شوية ديال الخس بحال هكا، شوية البصلة، شوية ديال المطيشة، وغادي ندير كاشر ديالنا. غادي نزيد عليها شويه ديال واحد نص وحده ديال الفرماج ديال الساندويتشات. صافي، هذا هو الساندويتش خفيف دغيا كيوجد، ممكن تعطوه لوليداتكم يدوهم مع المدرسه، راه كيجي لذيذ بزاف. صافي، وهذا هو الساندويتش، هانتوما ممكن ديروا الحجم ديالهم كبير، ممكن ديروا بحال هكا اللي بغيتو نتوما. شوفوا كيفاش كيجي وكيجي بنين. صافي، انا غادي نستمر بنفس الطريقه، نكمل الكميه اللي غادي نديرها للدراري يديهم معهم دراسه، وفي نفس الوقت غادي ندير لهم العشاء ديالهم. صافي البنات، ها هما الساندويتشات ديالي من بعد ما درتهم هانتوما. المهم غادي نسد معكم هذا الفيديو حتى نطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جداد باذن الله. نخليكم في امان الله.